زيكو من مصر. كل ده وزيكو؟ ماشي. فشو بدك تقدم لنا؟ تخيل كده. اوعى تقول لي مازن هترقص باليه. لا انا بغني راب، بس النهارده محضر حاجه كاريوكي عن الجيم. اوكي. انا قلت اروح الجيم زي كده كل الناس، واحسن كده في شكلي واطلع الترباس، وشهور وسنين بتعدي والعضله كده بتدي، واسمع كده بودني عاش كده يا كوتش. مع انه كتابتك وليك وفكرتك حلوه، بس الاداء كان دون المستوى المطلوب. كان لازم تقدم شيء تستغل فيه موهبتك اكتر. ما انا منتظر بقى حته افيش كده، استاذ احمد حلمي وزيكو، ده احنا هنكسر الدنيا. احمد حط كباش معه عشان ينزل هيدا الافيش. ريست تعال زيكو، تعال هنا يا باي. انت متاكد؟ We'll be right back.